السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم اخوكم مصطفى البجوري من قناه سلمونا بيزنس. النهارده باذن الله تعالى هنتكلم عن لو انت عاوز تفتح محل احذيه. محل احذيه بقى بانواعها، احذيه رجالي، حريمي، اطفالي، كتاشي، الكلام ده كله. هنتعلم النهارده انت تقدر تجيب الاحذيه بتاعتك منين، وازاي تقدر ان انت تسوق للمشروع بتاعك. طبعا انت ممكن تفتح محل او ممكن تبيع اونلاين، تعمل صفحه على الفيس وتعمل اعلانات مموله وتبدا تنشر الصور الاحذيه بتاعتك بشكل شيك. وزي ما قلنا ممكن تفتح محل عادي، مفيش اي مشكله. بتشتري الاحذيه بتاعتك من ثلاث اماكن. ممكن تشتري من تاجر جمله، يعني في شركات او في محلات تجار جمله كتير جدا بتشتري منه الجزمه او الكوتشي بسعر قليل، وانت تحط هامش الربح بتاعك وتبيع. ده يفضل لو انت تعمل صفحه اونلاين تشتري من تجار الجمله. لو انت تشتري قطع قطعتين 10 قطع مفيش مشكله. مثلا عندك تجار جمله زي مثلا مكه فاشون، مثلا في محلات كتير جدا تجار جمله بتشتري منها الكتاشي نظيفه جدا واحذيه بسعر قليل، وتعمل صفحه على الفيس، في ناس كتير قوي شغاله كده، وتحط لك مثلا تزود لك 50 جنيه مثلا على ثمن الكوتشي وتبيعه. دي حاجه، يعني اول حاجه هي تجار الجمله، تشتري من تجار الجمله. طبعا في تجار جمله في كل حته، يعني في وسط البلد، في العتبه. تاني حاجه ان انت تشتري من المصنع، تشتري من مصنع احذيه مباشره. تمام، في مصانع احذيه كتير جدا في العاشر من رمضان، في باب الشعريه، في الاسماعيليه، في اسكندريه. لو دخلت على النت هتلاقي، اكتب مصنع احذيه، خش واتصل بيهم هتلاقي كتير جدا. ولو دخلت على اليلو بيجز هتلاقي مصانع احذيه كتير جدا. تواصل معاهم وانزل عندهم وشوف العينات بتاعتهم. ممكن تجيب من هنا شويه من المصنع ده، بيعمل مثلا الحريمي حلو، مصنع تاني ده بيعمل مثلا الرجالي حلو، مصنع ده بيعمل الاطفالي كده. توصل لمرحله ان انت خلاص عارف ان المحل الفلاني جودته حلوه في الحريمي، مصنع الفلاني جودته حلوه في الاطفالي، المصنع الفلاني جودته حلوه في الرجالي، وهكذا. واحد جزم، واحد كتاشي، واحد صنادل، واحد شباشب. لو انت عايز تخش برضه توسع، يعني يبقى احنا اتكلمنا على حاجتين، تشتري من تاجر جمله او تشتري من المصنع. بس طبعا اكيد المصنع انت لازم تشتري منه كميات. لو انت هتفتح محل بقى انا انصحك ان انت تشتري من المصنع، لكن ما تفتحش محل تشتري من تاجر جمله، كده هيبقى هامش ربحك انت قليل. طبعا انت هيبقى عندك ايجار وعندك عماله وعندك حاجات، فانت لو هتفتح محل يفضل تشتري من مصنع عشان تاخد الحاجه بسعر المصنع، تحط هامش الربح بتاعك بقى، يبقى هامش الربح بتاعك اعلى شويه، لان كده كده تاجر الجمله بيبقى شاري من المصنع، بس شاري كميات ومخزنها. فانت ما ينفعش تفتح محل تروح شاري من تاجر الجمله بقى، فانت كده هتبقى في خطوه انت كده ايه عديتها، في هامش ربح انت ما حققتوش. فاشتري من المصنع على طول اللي تاجر الجمله نفسه بيشتري منه، فتشتري من المصنع فانت كده حققت ايه؟ ربح اكتر، بس هتشتري كميات. لو انت صفحه على الفيس اشتري من تاجر جمله عادي مفيش مشكله، وعايز تشتري من المصنع برده مفيش مشكله، بس المصانع هيقول لك اشتري مني كميات، عشان يديك سعر كويس لازم تشتري منه كميات، تمام؟ ثالث طريقه، وهي طريقه برده جميله جدا، ان انت ممكن تشتري البراندات، تستورد من بره البراندات، زي مثلا نايكي، اديداس. انا عاوز اشتغل في الماركات، مش عايز اشتغل في المصانع والمحلي والكلام ده كله. عندك ثلاث طرق عشان تستورد البراندات دي من الصين. الطريقه الاولى ان انت تسافر بنفسك للصين، طبعا لازم يكون معاك راس مال كبير جدا، مش اقل مثلا من ربع مليون مثلا، وتسافر، تمام، تجيب مثلا نص كونتينر مثلا كتاشي نايكي على اديداس على بوما على كات على كل، وتجيبهم وتنزل. طبعا الجمرك والقصه دي كلها هتلاقي سعره انت هتبقى كسبان فيه كويس جدا، لان الحاجه المستورده اللي بره بتيجي هنا بسعر مستورده بسعر قليل، فانت بتحط هامش ربح محترم. يعني ممكن مثلا الكوتش الاديداس مثلا اللي بيتباع هنا ب 1500 هيقف عليك انت ب 1000 او اقل كمان، فانت كسبان في الكوتش ده 500 جنيه، فكويس جدا. طبعا حاجه ثانيه تقدر تستورد بيها من الصين، ان انت تتفق مع شركه استيراد وتصدير، هتديهم المواصفات المنتج اللي انت عاوزه، وهم هيستوردوا لك من بره في مقابل ان هم هياخدوا عموله معينه. طبعا شركات الاستيراد والتصدير مليانه على النت، هتلاقي شركات استيراد وتصدير كويسه، حاول تتعامل مع شركه استيراد وتصدير تكون سمعتها معروفه، تمام؟ هم هيستوردوا لك وانت طبعا هتدفع لهم عن طريق الاعتمادات المستنديه والكلام ده كله، وفي مقابل انت تديهم عموله معينه، هم هيخلصوا لك الجمارك ويعملوا لك كل حاجه، وتبقى متفق معاهم على كل حاجه. ثالث حاجه ان انت تستورد عن طريق موقع علي بابا. ده لو انت بقى مش معاك راس مال كبير وعاوز تبدا كده ايه، بس تشتري لك 10 حتت 20 حته كده ولا حاجه، تخش على موقع علي بابا، تكتب في السيرش مثلا اديداس شوز، بوما شوز، نايكي شوز، هتلاقي شركات، هتلاقي مصانع كتيره جدا مسجله في علي بابا من الصين. هتبدا انت تعمل كونتاكت سبلاي، تبدا تتكلم معاهم بالانجلش، وتبدا ان انت تتواصل معاهم وتشوف الاسعار معاهم ايه وتقارنها بالاسعار الموجوده في مصر.
طبعا هتلاقي ان السعر هناك اقل بكتير جدا. هتكلمهم وتقول لهم اسعاركم ايه وتكلفه الشحن لحد مصر كام، هتحسب تكلفتك وهتزود 20% جمارك على من قيمه البضاعه، هتحسب تكلفتك، هتستورد وهتجيب هنا الحاجه وتبدا انت ممكن تعمل صفحه على الفيس وتبيع تمام. او زي ما احنا قلنا طبعا لو انت هتستورد من علي بابا طبعا اكيد مش عندك راس مال كبير، فممكن تعمل صفحه على الفيس كده اهو وتبدا انت تبيع عن طريق صفحه الفيس وتعمل اعلان ممول وتبيع تمام. يبقى نراجع مع بعض كده في السريع، عندك ثلاث طرق. الطريقه الاولى ان انت تشتري من تاجر جمله، وده لو انت هتفتح صفحه فيس. ثاني حاجه تشتري من مصنع لو انت ناوي بقى تشتري، ناوي تفتح محل وتشتري منهم كميات. ثالث طريقه هو ان انت تستورد من الصين، وعندك ثلاث طرق للاستيراد من الصين. هو ان انت تسافر بنفسك، طبعا لازم يكون معاك راس مال كبير، او ان انت تتفق مع شركه استيراد وتصدير هي اللي تستورد لك من بره، ودي برده لازم يكون معاك راس مال برده كبير، وهم هياخدوا منك عموله. شركه الاستيراد والتصدير دي هتاخد منك عموله. ثالث حاجه ان انت وانت في بيتك تستورد من علي بابا وتكلم الشركات، زي ما قلنا تعمل سيرش في علي بابا على البراند اللي انت عاوزه تقدر تستورده، وتبدا بعد كده ان انت تبعت لهم بقى، تبعت لهم يعمل لك فاتوره وتبعت لهم بالفيزا، هيشحنوا لك الحاجه لحد مكانك. هتلاقي شركه الشحن مثلا دي اتش ال او كلام الشركات دي هتكلمك وتسلمك الحاجه في مكان بيتك. اتمنى الشرح يكون عجبكم، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. وكان معكم مصطفى البغوري من قناه سنوله بزنس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.